السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم راح نعرفكم على هذه النبتة، طريقة العناية بها، طريقة الإكثار منها. أي معلومات تحتاجوها أو أي استفسار خلوه لي في التعليقات وراح كامل نجاوب عليهم. ما تبخلوش بأبوني وبجام وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. هذه النبتة فيها أنواع، أنا عندي 3 أنواع. عندي كما راكم تلاحظوا فيها هذه باللون الأخضر في الوسط واللون الأبيض على الأطراف، وعندي هذه اللي لونها أخضر ما فيها أي لون أبيض، عكس هذه فيها لون أخضر على الأطراف واللون الأبيض داخل الورقة. هذه النبتة ما تحبش التيارات الهوائية وتحب السقي المعتدل والإضاءة نوعا ما قليلة، لكنها تحتمل. ما تحبش العناية الكثيرة، وبعض الأحيان تحبنا في فصل الصيف نرش أوراقها بالماء. راح نعطيكم طريقة الإكثار منها بسهولة وناجحة 100%. أنا حبيت هذه النبتة نكثر منها. كاين طريقتين. الطريقة الأولى نفرقو، كاين بزاف نباتات الداخل نفرقوهم ونوضعو كل وحدة في إصيص، وبعض الأحيان ناخدو هاد الخلافات الصغار نحبو نوضعوهم في الماء راح يخرجولنا الجذوع منا، نحبو نوضعوهم مباشرة في التراب كذلك. يعني الطريقتين ناجحين. نبدو على بركة الله. أول حاجة دائما ناخدو إصيص مثل هذا ويكون فيه ثقوب، ما ناخدوش إصيص مغلوق من التحت راح يموتنا النبتة تاعنا. أولا ناخدو إصيص وناخدو نبتتنا اللي رانا حابين نفرقوها بهذه الطريقة. نحاولو نحيو كامل التربة اللي فيها بهذه الطريقة، راح نبتتنا بسهولة بهذا الشكل. لاحظوا نبتتي هي والجذور، وراح كاين ثلاث نباتات كما راكم تلاحظوا كما راني نفرق فيها. أول نبتة وثاني نبتة، نحاول بعناية نحي كامل التربة ونفرق الجذور بهذه الطريقة. عندي 3 نبتات، يعني نوضحهم في 3 أصص كما راكم تشاهدوا. غير بعناية راح نعملو شعاع من أصص. أنا عندي خليط من التربة، تربة خليط فيه اللي هو التيرو كما راكم تشاهدوا فيه. هذا الطيرو انا نشريه من المشاتل، يجي في اكياس وفيه كامل ما تحتاجه النبتة. نوضع التربة في هذا الاصيص قليل من التربة، نوضعوا نبتتنا. الفائدة هنا راه عندنا 3 نباتات، يعني نوضعوا في 3 من الأصص بهذا الشكل. نحاول ما نكسروش الجذور بهذه الطريقة ونوضعوا التراب. كما راكم تلاحظوا
لازم التراب يغطي النبتة والجذور ونعملوا هذه الطريقة وراح تشوفوا نبتتي راح تكبر وراح تزهى وراح تعمل لي خلفات كما هي كانت. السقي تاعها منتظم وراح نسقوها حتى الماء يخرج من الثقب ونوضعها في مكان ما فيش السمش المباشرة وراح تشوف. حلقة اليوم كانت على هذا النبتة. أي معلومات أي استفسارات خلوها لي في التعليقات وإن شاء الله راح نجاوب عليها. مع السلامة.